فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم من كتب الفقه التي عند مؤلفها أخطاء في العقيدة؟ كيف نستفيد من تحقيقاتهم في الفقه؟ نعم، استفيدوا من الفقه إذا كان إنه فقيه، استفيدوا من فقهه ولو كان عنده خلل في العقيدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.